للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أستاذ عمر، بداية مرحبا بكم. يعني وزير الدفاع البريطاني وصف معركة استعادة الموصل أنها الأشرس بعد الحرب العالمية الثانية. هناك من يرى أن القوات الحكومية استخدمت القوة المفرطة في هذه المعارك، كيف تنظر إلى هذه التصريحات وكل ما دار في الموصل؟ أهلا وسهلا بك. نعم، هذه التصريحات وغيرها من التقارير التي أشارت إلى أن الحرب الموصل هي من الحروب الخبيرة التي مارستها القوات الحكومية منذ الحرب العالمية الثانية وإلى اليوم. فالمشهد برمته يكاد يرى من جانب أن الخراب والدمار الذي لحقت مدينة الموصل أصبحت هي هذه المدينة بمدينة الأشباح، حيث أكثر من 10,000 بيتا مهدم في هذه الأحياء، عددها أكثر من 52 حي في مدينة في محافظة نينوى. هذه الأحياء استخدمت فيها كافة الأسلحة المحرمة دوليا والأسلحة التي تنظر إليها في القانون الدولي الثاني على أنها لا تتناسب مع حجم وطبيعة الصغة الموجود في هذه المناطق، وهذه بحد ذاتها لو جاءت باعتبارات القانونيين والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية تنظر إلى هذه الأسلحة التي استخدمت على أنها جريمة حرب بسبب أن هذا الصراع شهد أكثر من طاقته، وبالتالي نرى الجثث والخراب الذي عم في المدينة ما يقارب حوالي 10 أشهر من انتهاء يعني بدء المعارك وانتهائها. ما الذي يمنع الحكومة من رفع أنقاض المدينة حيث لا تزال هناك 4,000 جثة تحت الأنقاض بحسب النواب في الحكومة؟ كيف تنظر إلى جهود الحكومة في هذا الشأن؟ يعني الحكومة هي قبل بدء الصراع كانت تتحدث بوجود داعش في هذه المناطق وأنها المناطق الداخلة لا يمكن أن يتم الإعمار فيها، وبالتالي تذهب مخصصات الإعمار، وآخرها ما أضافه أو تبرع به صندوق المال الكويتي للإغاثة والتنمية 100 مليون دولار إلى هذه المناطق للواقع للنهوض بالواقع الصحي، ولكن هذه المبالغ وهذه التبرعات إلى الآن ذهبت إلى تجنيد الحج الشعبي وتسليحه بكافة الأسلحة، وهذا خطا في القوانين، وكأنما تمارس هذه الحكومة على المناطق المتضررة ولكن في مناطق أو محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وغيرها بمشروع ما شاء، حيث تقوم هذه الحكومة بإعطاء يعني جزءا يسيرا من هذه الاموال المخصصه لهذه المناطق اصلا وحتى تجبرهم على الدخول. ولكن اين تذهب مخصصات اعاده الاعمار اذا كان دائما رئيس الحكومه يعني يكرر حديثه دوما عن اعاده الاعمار؟ وهذا محاوله منه في ذر الرماد في العيون حتى يقول ان هناك ممارسات او مناطق صراع في هذه المناطق، وهذه حجج واهية، ولكن بعد يعني هذه الأشهر من القتال والنزاع فقبل مدينة الموصل مدينة الفلوجة ومدينة الرمادي في محافظة الأنبار وقضاء صلاح وقضاء بيجي وغيرها من المناطق في محافظة صلاح الدين وبعض المناطق في شمال بغداد، هذه كلها تعرضت إلى الدمار الكبير إلى الآن. وحتى في مناطق بغداد لو اردنا ان نتكلم عن المناطق الاكثر او امنا او هدوءا نسبيا في هذه في مناطق العراق، لكن نرى ان الحقيقه غير ما تدعيه حكومه العراق. نشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.